سيتي دمي على خاطر تو سامبلومون عملنا حاجه في الثوره، صارت حاجه، تبدلت حاجه في البلاد، ولكن مازال ما مشيناش للي يمكن مازال ما خلطناش للي يمكن الشعب التونسي لازم يوصل له، ومازال فما برشا خدمه. وسبعة ونص زاد على خاطر سبعة ونص هي لعبه نتاع كارت زاد فيها برشا ريسك وبرشا واحد، دونك حبينا نلعبوا على المقاربه ما بين معناتها الخروج من المرحله اللي فاتت والمشين لمرحله اخرى. اليوم فوالا دونك لافون بروميير بور لي جورناليست قبل كل شيء، وكهو ان شاء الله ان شاء الله الفيلم يعجب، وان شاء الله الفيلم تصور ما بين جانفي واكتوبر 2011، دونك تشوفوا شنو صار. الشعب التونسي قام تجمع دستور ديمقراطي وقع حل نوم بحكم جست باش نتذكروا باش معناتها نظن انه الفيلم هذا يمكن يدخل في معناتها في نطاق انه لازم تكون عندنا معناتها معناتها الذكرى هذيك معناتها الذاكره نتاعنا ما تتنحاش وما تتمحاش، على خاطر ساعات نحس اللي في تونس ساعات ننساو راهو، اما ما دامنا نوثقوا ما ننساوش ان شاء الله. والله على خاطر بريمو نظن انه الفيلم باش يذكر العباد يمكن في بيريود اللي هي كانت صعيبه، ولكن من احلى البيريود اللي عشناهم في تونس، اللي كان فيها برشا امل وكان فيها برشا ومازال الامل راهو الامل ما يتنحاش معناتها وكل شيء، ونحن داخلين على الانتخابات وان شاء الله تتعدى بالكدا، وسورتو زاد الناس هذول باش تجي كان جات معناتها باش يشوفوا معناتها شنو اللي صار وشنو اللي حققناه في الثلاث سنين هذوما، وشنو السورتو اللي مازال لازمنا باش نعملوه معناتها خاطر مازالت برشا خدمه.